السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 328 في قناة عالم الهندسة المدنية سيف انجينيرينج وورلد، ويعتبر الجزء ال 13 في حديثنا عن تبطين بحيرة صناعية بالأغشية الأرضية أو بوند لايننج وذ جيوميمبرينز. في الفيديو ده نستكمل الاختبار المتلف اللي بدأنا نتكلم عليه في اللي هو الشير والبيل تيست بالنسبة للحامات اللي موجودة في الموقع. كنا في الفيديو اللي فات عملنا مقدمة بسيطة للاختبار اللي احنا هنعمله في الموقع بالنسبة لاختبار الشير والبيل تيست. ده كان شكل اللي هو الفيلد سيم تيست ديستركتيف بيل اند شير سترينث تيست. ده كان شكل الاختبارين وعملنا عليهم مقدمة بسيطة. في الفيديو ده هنعمل السامبلز وخطوات التجربة اللي بتتعمل في الموقع. في السيم ديستركتيف تيست هنا في الاكيوبمنت عندنا سكينة نايف وذا هوك تايب بليد، يعني سكينة كده معكوفة من قدام، كوبون كتر. كوبون كتر تقدر تقول زي مقص بالشكل ده علشان يقطع الاغشية الارضية او الاتش دي بي اي اللي موجود عندنا. تنسوميتر ده الجهاز اللي بيقوم بعمل اختبار الشد واختبار الشير والبيل، ده بيكون بالشكل ده تنسوميتر، وبيكون له مواصفات معينه من حيث الباور والشد مش عايز ادخل فيه تفاصيل. اهم حاجه انه يكون الجهاز، لانه فيكون فيه يعني تقدر تقول ثيرد بارتي او جهه ثالثه بتكون مسؤوله عن الاختبارات والكلام ده، فجهاز بس بيكون بالشكل ده، احنا مش عايزين ندخل فيه تفاصيل اكتر من كده. البروسيدر سامبلنج بريبريشن، هنا كيو سي شال سيلكت لوكيشن وير سيم سامبلز ويل بي كات. مهندس الجوده كيو سي انجينير او الكواليتي انجينير هيختار المكان اللي احنا هنقطع فيه طبعا على حسب المواصفات اللي موجوده. The spacing of taking field seam samples for destructive testing is to be 1/300.05 meter of seam length as an average over the entire project. طبعا ده شكل ماكينة اللحام الهوتوير اللي كانت بتعمله بالنسبة لطول اللحام. طبعا طول خط اللحام ده مستمر يعني، فكل 350 كل 305 او على حسب المواصفات اللي موجوده عندك في المشروع، فبنيجي على اللحام بالشكل ده وبنقطعه. After the initial welding of any seam testing shall be completed within the 3 working days before the geomembranes is covered by another material. طبعا خلال 3 ايام عمل نقدر نختبر الماتيريال ديت بحيث ان احنا نغطيها. Size of samples, 2 types of samples shall be taken. First 2 samples for field testing shall be taken. Each of these samples shall be 2 × 45 سنتي عرض بطول 31 سنتي، العرض تقريبا حوالي 1 انش تمام، و 31 سنتي طول مع طول اللحام. The distance between two samples shall be 1 meter، المسافة اللي بتكون العينتين دولت متر. في اختبار في الموقع ده 2.454 سنتيمتر wide strips mentioned above shall be tested in the field for peel and shear and shall not fail on the seam. العينتين اللي هو موجودين العرض 1 انش وطول 31 دولت بنختبرهم في الشير والبيل، والمفروض ان هم ما يفشلوش في الاختبار. لو العينتين دولت نجحوا بنقسم الجزء الباقي تقريبا حوالي 30 و30 و30، وفي جزء بنبعته للي بيركب، جزء بنبعته المورد بالنسبة للأغشية الصناعية، وجزء موجود للمالك اللي موجود عندنا أو على حسب المواصفات اللي موجودة عندنا. لو رحنا حتى للكود الـ ASTM مواصفات الأمريكية الخاصة بالأغشية الأرضية اللي هي الـ Standard Test Method for Determining the Integrity of Non-Reinforced Geomembrane Seams. لو رحنا في Samples and Specimens Preparation هنا السيم سامبلز نفس الفكره، بتقطع جزء
3 من 10 متر او 1 فيت ده عرض، و 0.45 متر 1.5 فيت بالنسبة للطول. هنا الاسبيسمن بريبريشن، بعد ما بنقطع الجزء اللي موجود عندنا زي ما انت شايف بالشكل ده، بتختبر الاجزاء ديت. هنا زي ما انت شايف تقريبا 5 بيتعملوا بالشير و5 بيتعملوا في البيل. 10 specimens shall be cut from the sample submittal. The specimens shall be dyed out using 1 inch عرض و minimum 15 سنتي او 6 انش بالنسبة للطول. لو رحت في destructive test method، هنا البيل تيستنج، هنا 5 عينات بنعرضها لاختبار البيل. وفي الشير تيستنج subject 5 specimen to the shear testing. دي بس النقطة اللي كنت حابب اوضحها، ان هي مذكورة في الكود المواصفات، وانه ازاي العينات اللي احنا بنقطعها بحيث ان هو يتم قطعها في for destructive samples that have failed. طبعا لو العينات اللي اختبرت او فشلت، بتحاول تختار عينة تانية وتشوف انه العينة التانية ديت هتنجح ولا لا. ديت يعني شكل مبسط كده للعينات اللي احنا هيتم اختبارها بالنسبة للاختبار. وزي ما انت شايف بيقطع كده العينات ديت، العينات بيقطعها بسكينة او بجهاز اللي هو الكوبون كاتر ده بالمقص اللي هو موجود، اللي هو في الصورة اللي فاتت دي، في الصورة دي، يا اما بتقطع بده يا اما بتقطع ده. يفضل طبعا ان انت تقطع بيه المقص بحيث ان انت تحصل على استقامة بالنسبة للعينة اللي بيتم اختبارها. ده زي ما انت شايف كده شكل العينات اللي بتطلع من الاختبار. ديت صورة اقرب ليها. طبعا زي ما انت شايف ده شكل اللحام اللي طالع او ناتج من الهوت اير ويلدينج بالشكل ده. ان شاء الله خلال الفيديو القادم هنبدأ نعمل الاختبار ده في الموقع، والعينة الباقية او الجزء المتبقي اللي بيتم ارساله لاختباره في المعمل هنوضح النتيجة بتاعته في المعمل. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكون واضح فكرة ولمبة بسيطة عن تجهيز العينات في الموقع بالنسبة لاختبار الشير والبيل بالنسبة للأغشية الأرضية الجيو ميمبرينز. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.